إذن دائما في إطار الامتحان المحلي السادس بمدرسة الوفاء الرائدة، معنا السي عبد الله بالكاملة مدير المؤسسة ورئيس مركز الامتحان. السي عبد الله مرحبا بك في قناة بلازوغ تي في. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. ممكن تعطينا فكرة على الأجواء اللي مر فيها هذا اليوم الأول من الامتحانات، وكيف كانت الاستعدادات لهذا الامتحان؟ كما تعلمون أن في هذا اليوم كان هو اليوم الأول لإجراء الامتحان الموحد الخاص بالمدارس الرائدة. قبل الحديث عن هذا اليوم، سبق وأن أجرت المؤسسة اختبار تجريبي دام كذلك يومين. من بعد هذا الامتحان التجريبي تم التصحيح دياله، واستفدوا التلاميذ من التعثرات اللي واجهتهم. من بعد أجرينا الامتحان المحلي الخاص بالمدارس الرائدة. ارتسام التلاميذ كانت كلها حسنة، منتظر التصحيح وما سيسفر علينا هذا العمل. نشكر القناة على حضور ديالها دائما في مثل هذه المناسبات. إذا ممكن السيد المدير تعطينا فكرة على هذه المدرسة الوفاء الرائدة، الخصوصية ديالها مقارنة مع باقي المؤسسات الأخرى؟ فيما يخص أن هذه المدرسة الوحيدة الرائدة على مستوى بلدية الشرقة، هذه المدرسة من خلال المشاركة المدرسة الرائدة استفدت من مجموعة من المسائل اللي الآن كنجنيو الثمار ديالها على مستوى الآثار ديالو على مستوى التلاميذ. الحمد لله بفضل هذا المشروع حاولنا تمكننا من تحسين المستوى ديال المتعلمين وتحسين المستوى الفضاء ديال المؤسسة، رغم أن المؤسسة ولا الأخ ينتمي لواحد الوساط اللي هش جدا، ولكن الفضاء ديال المؤسسة يوحي على أنها في منطقة خارج منطقتها. السؤال لو سمحتم سيد المدير ربما يبدو غريبا بالنسبة إليكم، نعلم جميعا وكما يعلم الرأي الطربوي بجماعة جرادة أو بإقليم جرادة على أن هناك فقط أربع مؤسسات تعليمية حظيت بالمدارس الرائدة. شنو ممكن تقولون على هذا؟ هل هناك اختيار؟ هل هناك معايير؟ هل هناك بالمناسبة تم المشروع تبنته أربعة مدارس، ثلاثة في برقم وواحدة في المجال الحضري بجرادة. المسألة لم تكن اختيارية، المسألة كانت مسألة اقتناع بالمشروع. فمدرسة واحدة في المجال الحضري هي التي انخرطت في المشروع، اقتنعت به. لما تم الاقتناع بالمشروع أصبحنا ندافع عن هذا المشروع. هذا المشروع الذي سمح لنا بتأهيل المؤسسة، سمح لنا بتحسين مستوى المتعلمين لأول مرة، ونحن نشرف على التقاعد. لم نحس أبدا بأي مشروع ناجح كما كهذا المشروع. شكرا لكم سي عبد الله. بدورنا نشكركم كمنبر إعلامي ونتمنى التوفيق لتلاميذنا وتكون نسبة متميزة نظرا للمجهودات الجبارة التي يشهد بها الجميع على المستوى الإقليم بأن هذه المؤسسة وهذه شهادة استمعنا إليها من طرف رؤساء المصالح والمدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية بجرادة. شكرا لكم وشكرا لقناة بلازوغ تي في على المجهودات التي تقوم بها. بدورنا نشكر القناة المتواجدة دائما معنا في أي مشروع.